على الزهراء عليه السلام. أما بالنسبة إلى المحور الأول، فقالت سلام الله عليها: يا ابن عم، ما عهدتني كاذب ولا خائن ولا خالفتك منذ عاشرتني. سورة النام بھی انہی محترم حضرات پر رکھا. سورة منافقون، کہ کم از کم خوش ہو جاؤ کہ تمہارے لیے ایک سورہ آیا. جب سے حسن